بداية، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد الرزاق عبد القادر بوعزقي عن إنشاء 14 مجلسا ولائيا على المستوى الوطني في ظرف سنة واحدة، الأمر الذي اعتبره إنجازا سيأتي بالفائدة على قطاع الفلاحة في ظل الظروف الراهنة. وجاءت تصريحات الوزير بعد إشرافه صبيحة اليوم على يوم دراسي وطني حول شعبة الدواجن من أجل شرح وضعية فرع الدواجن في الجزائر، وذلك من خلال عدة مداخلات متعلقة بالتغذية، الصحة الحيوانية، التمويل والاستثمارات في هذا الفرع، وكذا الخدمات المرتبطة بها. يتوجب علينا تكثيف التشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين والشركاء قصد تحديد المتطلبات والاحتياجات والسهر على تهيئة الظروف المواتية من أجل تحسين الإطار التحفيزي ومرافقة جميع النشاطات إلى المزيد من النجاعة الاقتصادية. والولايات، ولاية الوطن، على توفير كل الظروف لتمكين المهنيين والفلاحين ومرافقتهم من أجل إنشاء المجالس المهنية المشتركة حسب كل شعبة، وهو مسار سمح لنا إلى يومنا هذا من استكمال هذه العملية وإنشاء 14 مجلسا مهنيا مشتركا على المستوى الوطني.